دموزيل سؤال. غنى مواس، كلية الحقوق، جامعة الروح القدس الكاثوليك. سماحة العلامة، ما هو موقفكم من السينودوس بشكل عام وخاصة بالنسبة للحوار المسيحي الإسلامي؟ شكرا. السينودوس يمثل تجربة مسيحية من أجل إيجاد توازن في دائرة الواقع المسيحي في لبنان، ونحن نعرف أن هناك سينودوس في أفريقيا وأماكن أخرى، فهو حركة في الداخل المسيحي من أجل تنقية الواقع المسيحي على مستوى الديني وعلى المستوى الشعبي في تمثله للدين وما إلى، وعلى مستوى علاقة المسيحيين فيما بين بعضهم وعلاقة المسيحيين مع الآخرين. لذلك هو عندما نتحدث عن الدوائر هو شأن مسيحي، ونحن عندما ينطلق الفصل الرابع من الرسالة حول الحوار الإسلامي المسيحي نحن ندرس هذا الطرح حتى نفكر في طبيعة الأفكار التي يثيرها، لأن من الطبيعي أن السينودوس عندما يثير المسألة فإنما يثيرها من الزاوية المسيحية، وهذا حق له. ولذلك فنحن نحاول أن نثير المسألة من الزاوية الإسلامية، وطموحنا الكبير أن ننطلق مسلمين ومسيحيين لنثير مسألة الحوار، ما دامت قضية الحوار تثار على أساس القضايا السياسية في تعايش اللبنانيين. إنني أرى أن الفصل الرابع يتحرك على أساس كيف يعيش اللبنانيون مع بعضهم البعض، ولذلك فإنني لا أرى لعنوان المسيحية وعنوان الإسلام في هذا المسألة خصوصية تختلف عن العنوان اللبناني العام. على كل، هذا شيء يمثل إيجابية في أن اللبنانيين يفكرون في مستقبل التعايش، ونحن مع هذه الإيجابية، وإن كنا قد نناقش أو يناقش الآخرون في بعض الخصوصيات من أجل بلورة الصيغة المستقبلية للبنان. أنا أتبنى هذا الجواب 100%. داني بازي، كلية بيروت.